السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير، في الفيديو هذا حنتكلم عن تزاوج الحمام أكثر. طبعا في الحلقة اللي انتو شفتوها عن تزاوج الحمام ما كانتش اللي هو الأنثى يعني تعمل أي حركة، ففي الفيديو هذا حنفرجيكم كمان هل الحمام أخذ مكان وتنك ولا لأ، وطبعا حنشوف اللي هو كتاكيت القبج معانا. طبعا معانا آدم الزعلان، يلا كفك شويت اطلق غزل يديك يا حيوان اطلق غزل يديك، تعال قفلي هان ليش زعلان؟ ليش زعلان؟ عشان الفيديو قصير صراحة يا جماعة الخير، بس صرنا نصور الفيديوهات قصيرة، فلما اجي اقول حبايبي بيكم نكون وصلنا لاخر الفيديو بتلاقيه بلو وبوزه وبتزعل. فانا حبيت انه اعمل فيديوهين في اليوم، اول اللي هو يعني اكثر فيديوهاتي. يلا اخبط، غسلت ايدك؟ تعدشت لحسن موتك. تاني يا جماعة الخير هندخل وطبعا هنشوف الدجاجة قدوة. يابا اهدولي شوية بس عشان بدي اخش هداك الجوز نشوف هل اتجوز ولا لا. اهدى شوية وهلقيت بدخلك. تمام يا جماعة الخير، انا حطيت هادي معاكو مع اللي هو عشان يتجوزوا هان او ياخدوا ثنك، فبالفعل اخدوا ثنك هان. فحندخل جوا يا جماعة الخير نشوف الجوز هذا ايش صار فيه. صراحة هو اتجوز. طب اقعد لي هان، اقعد. سهاني ودخل. اهدوا بس اهدوا. شايفين يا جماعة الخير كيف؟ هذه الأنثى الجديدة اللي جبتها للذكر. ف هي يعني تزاوج وخلاص 100% ما فيش اي مشكلة. تمشي مثل الخير، المفروض ان انا هذا اجوزها للاعور، ولكن خلاص لقيتها مستعدة والذكر يعني مستعد، فقلت خليهم يتجوزوا. طبعا يا جماعة الخير الذكر الاعور هذا هو، حجوزه انتهى بيضة، هذا هو الذكر الاعور الابيض هذا، وفيش فيه اشي. وكان عندي إلون ساء يعني انت، وكل شوية يعني كان يعني بيض زغليل، ولكن الانثى تبعته استشهدت. اقعدوا هاديين عشان احبكم. ابو احمد ياخد الاكل. طيب خلينا نشوف اللي هو قدوة. صراحة في كتير قال لي يا ابو ادم خلي عند قدوة شوية قش، فانا يا جماعة الخير خلص القش من عندي، فحنلملها شوية قش من الموجود. طبعا هذا لا مش منقر، اسيبها. لملي شوية قش من هنا، شايف هذا؟ لملي اياه وصفته على بعض انت واخوك. يلا تمام، ما فيش هنا اللي هو الشرابة عندهم فيها مية، فمش هخلي ادم يروح يعب مية. فاشي حلو كتير هذا اللي انتهى. التاني يا جماعة الخير صبحت تاني يوم برضو نفس الكلام، زايفة وبدها تتجوز. اذا بتلاحظوا ابعد، بس ابعد، روح غاد. ملاحظين على جناحينها كيف؟ جناحينها يا جماعة الخير نازلة تحت، فهي مستعدة. فبس ف إذا بتلاحظوا صارت تتردد على الذكر الأبيض. أنا أساسا كنت أجوزها من الأول، حطهم غاد عشان أجي أخذهم. فصار لقيت قتال بين اللي هو الأنثي يعني أنثيتين تنتين، صار قتال بيناتهم على الذكر. فمش عارف صراحة اللي هو بختارها هنجوز له اياها. طبعا هذه الانتهاء البيضة حنديها، يعني في ذكر الها، يعني ما تخافش انه تخاف انه ما لهاش ذكر، الها ذكر. خلصته جمعته، يلا مش نظبط العش لإلها. يلا. تمام حنحط له العش يا جماعة الخير، زي ما شايفين حنحط لها العش هيك وهي حتظبطه. هات كمان يا ادم، جمع كمان. هي حتظبطه في منقارها وتمها، حتظبطه. يلا جمع لي. طبعا هو القبج هذا يا جماعة الخير
بحب الحاجات الزاهية مثلا اللون الأصفر هذا، هم بيلعبوا فيها قاعدين مش بياكلوها، بيلعبوا فيها وبيجروا ورا بعض يعني مين اللي ياخدها من التاني. فإذا بتلاحظوها ابعد شوية ابعد شوية، إذا بتلاحظوا جماعة الخير بيلحقوا بعض على الشفاطة، كل واحد بياخد اللي هو الشفاطة شوية. فعلى سبب اللي هو لونها فاتح فبحب اللي هو اللون الفاتح. جمعت؟ جمعت يا بابا؟ بسم الله ما شاء الله. تمام، هنحط اللي هو هذا زي هيك. هات شوف. تمام خلاص هيك منيح. خلاص خلاص منيح هيك. خلاص احنا حطينا لها. خلاص قيم قوم 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 يا راجل يا راجل قوم تنح ولا قوم ولا قوم بقول له زي بقول له خليك قاعد. يلا 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 تعال 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 تفرج ايش راكبين مع بعض. طيب خليهم يرقدوا. تمام يلا نطلع لهم اكل عشان ياكلوا. يلا ما انت قعدت عليه لصمته ضل في شيء. فيش اشي تحط فيه؟ اكبش في التنك التنتين زي امير. ها طب الحمام فاقعد عشان الاكل. طب كان جبت الاشي اللي بنحط فيه الاكل يا بابا؟ خبصة فتونة. خلص بس يلا 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 عشان انا صغرت روحي. خلص يا بابا يلا تعالوا اقعدوا يلا تعالوا اقعدوا. يلا اقعدوا 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 نتفرج عليهم وهم بياكلوا. يلا بابا بابا عادها بتضربك. اقعد هذا الولد شرير. اقعد تعال. تمام يا جماعة الخير بعد ما حطينا الأكل وفرجيناكم إيش صار معانا. بدنا نقول يلا يلا بدنا نقول لهم باي. وبس حبايبي بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، لو أول مرة تفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه جرس الفائق أبو حزين ليصلك كل جديد. حبايبي كنت مشاهدة اليوم من غير تسامح أكثر من الصلاة على النبي. أذكر الله يذكركم واستغفر الله يغفر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا يا أمير ميرو ميرو مرمور يلا باي باي باي. سلام يا جماعة الخير. يلا اطلع برا يلا 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 خلص بدهاش تنام حبيبي بدهاش تنام. يلا اطلع بدهاش تنام. يلا اطلع يا اخي في عمراري انا. يلا يا بابا يلا اطلع. باي.